والله شمس مو كويتية أساسا، ولا يحق لها لقب الكويتية لأنها مو كويتية، ولا عمرها سكنت في الكويت، ولا 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 ممكن. بس احنا عشان مشكلتنا احنا عندنا وزارة الداخلية للأسف ضعيفة. لو مو ضعيفة كان لما أي حد يدعي انه هو كويتي وهو ما يمتلك الجنسية الكويتية أو يلصق اسم الكويت يما ينادونه. شوفوا انتوا يا والله العظيم يا محل السعودية، ما حد يقدر يسوي كذي والله. بعد ربع ساعة تالينا، مو لعب مو لعب انك تنتحل صفة غير. انا نفسي اعرف شلون يعني انا اكتب يعني ميل كويتية وانا مو كويتية، نفس موضوع شمس شلون. بس السؤال،